السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معكم حمزه مرار، مصدر اقتصادي للبيع والشراء الذهب العيار 18 كراكس الذهبيه، كنتواجد مدينه جديده ساحه مليون صفر وقت تونسي اون فاصل الحي وشراق المحلي 20. ومرحبا بكم ان شاء الله في هذا اللايف، واللي طلع يبارطاجي مع اللايف جزاكم الله خير والف خير. ومرحبا، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. ومرحبا بالجميع، واللي طلع يبارطاجي مع اللايف جزاكم الله خير والف خير. ومرحبا بكم، شفتي انا هو 06 91 40 92 دوبل 0 0 6 90 92 دوبل 0. ويطلع يفضل لكم الله يجزا الله خير الخير. ومرحبا بكم جميعا. بلاش تطلع يبارطاج معنا اللايف. ومرحبا بالجميع، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. زين الرحمن، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. باش غير طلعوا لنا شويه ونضوا اللايف سكين. وعليكم السلام، راين وعليكم السلام. نتريح عليكم اسم لويزا ديال 1 غرام بشحال؟ لا خصني نعرف لويزا ديال 1 غرام، عندي لويزا الحر الواحد شنكار. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ومضوا على بركه الله. بنات تطلع اي بارطاج مع اللايف جزاكم الله خيرا والف خير. ومرحبا بالجميع، يو يو، وعليكم السلام ورحمه الله، بالتوفيق للجميع، ربي يمينكم ويسر. ومرحبا بالجميع ان شاء الله، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. ومرحبا بكم، مضوا على بركه الله. كانت التعليقه البنات هذه زوينه تبارك الله، شكرا ديالها كثير، تعليقه رائعه تبارك الله البنات كثيره، تشكر ديالها من الداخل كثير. بنات تطلع اي بارطاج مع اللايف، عندو تعليقه كثيره، اللهم بارك. دابا الغرام كيبدا من 700 حتى 740 حتى 750 في الميزة، من 700 من 700 درهم حتى 740، هذه مليحة اللهم بارك. هذه ديال 700 درهم الغرام ما شاء الله، وردة الشكل ديالها زوين تبارك الله. البنات اللي طلع اي بارطاج معنا، اللي طلع اي بارطاج اللايف البنات، هذه فيها 9.2 غرام والثمن ديالها 700 درهم الغرام، ديال 6450 درهم، 6450 درهم البنات. هذا عرفتوا الشكل ديالو كثير اللهم بارك. الثمن ديالها 6450 درهم، اللي دايرها تعلق البنات اللهم بارك. هانتو الشكل ديالها كبير زوينه، هذه فلوسه فيها حصل لي فيها رقيقه البنات، هذه 750 تركي، يعني حصل لي فيها رقيقه البنات اللهم بارك. هانتو الشكل ديالها كبير اللهم بارك، هذه باقا جديده. الثمن ديالها 6450 درهم. البنات اللي طلع يبارطاجي معنا، اللي طلع موديلات باقي جداد البنات، كنقول لكم موديلات باقي جداد. كانت خاتم ديال الاكس، هانتو الشكل ديالو كذي، خاتم ديال الاكس ما شاء الله باقي جديد اللهم بارك. شوف الناس كثير، خاتم رائع البنات، قياس كثير البنات. هذا البنات فيه 1.9
سنتيم 1.9 فقياس 1.9 البنات هذا البنات يطلع اي بارطاج اللي يطلع اي بارطاج مع 1.9 اللي فيه القياس ها الميزه اللي فيه البنات هذا فيه 4.15 غرام والثمن ديالو ديال 3050 درهم استاذ كاين خواتم ديال الحضور كاين اختي كاين هذا مليح الثمن ديالو 3050 درهم 61 ريال يدير هذا الختم الاكس عنده الشكل ديال باقي جديد البنات اللهم بارك 3050 درهم اللي يدير هذا الختم ديال الاكس مغلف من الداخل البنات عنده الشكل ديالو كبير 3050 درهم اللهم بارك 61 ريال ما شاء الله باقي جديد الثمن ديالو زوين كاين الختم البنات ديال 700 درهم للغرام حتى هو رائع عنده الشكل ديالو كبير ما شاء الله تخفيضات اليوم البنات الثمن ديالو خيالي انتو الخاتم ديال الفيرساتشي صح ولا عام انتو من الداخل راتك واخا تيكبد من 700 حتى 770 انتو الشكل ديالو كيدير ما شاء الله خاتم رائع اللي بغات راتكو البنات عندنا راتكو جديد غير تواصل معنا في واتساب ومرحبا هذا خاتم رائع انتو الشكل ديالو كيدير ما شاء الله القياس اللي فيه البنات هذا ما تيطلع اي بارطاج معنا لايف قياسي 1.9 سنتي 1.9 سنتي في القياس اللي فيه 1.9 البنات هذا ما شاء الله خاتم صح ولا عام يعني فلسفي هانتو الشكل ديالو كبير الميزه اللي فيه البنات هذا في 7.44 غرام والثمن ديالو ديال 5200 درهم 7.44 غرام 5200 درهم شي نعيمه راه غدا ان شاء الله تكون عندك غدا توصلك ان شاء الله لويزا هذه مليحه اللهم بارك ما شاء الله الثمن ديالو 5200 درهم 5200 درهم البنات هذا هذا فلوسو فيه كنقول لكم البنات هذا مليح شو من الداخل كثير هانتوما من الداخل كثير مغلف الثمن ديالو 5200 درهم في 7 غرام ونص شو تبارك الله 7.44 غرام الثمن ديالو 5200 درهم ما شاء الله رائع تبارك الله البنات اللي طلع اي بارطاج معنا لايف عطونا قلوب البنات جزاكم الله خير الف خير ومرحبا بكم جميعا شوف هذا الخاتم كي داير الخاتم باقي جديد هذا باقي جديد البنات انتو الشكل ديالو ما شاء الله بنات يطلع اي بارطاج يطلع اي بارطاج مع اللايف البنات الله يجزيكم بخير انتو الخاتم ما شاء الله مليح هذا البنات مليح هذا الخاتم القياس اللي فيه البنات هذا في 1.9 سنتي هذا جديد البنات 1.9 سنتي في القياس بنات يطلع اي بارطاج مع اللايف الله يجزيكم بخير ومرحبا بكم 1.9 في القياس الميزه اللي فيه البنات هذا ديك السلسله اللي مرو ما حتراسك مرحبا اختي لمياء اللهم يستر الجميع يا ربي امين يستر الجميع هذا 5.9 غرام 5.9 البنات هذا والثمن ديالو داير 4350 درهم صار وعليكم السلام 4350 درهم البنات هذا مليح هذا الخاتم ما شاء الله هانتو البنات الثمن ديالو مساء السعادة هنا اختي فوفا انتو وعليكم السلام هذا مليح الثمن ديالو 4350 درهم والتوصيل بالمجان هذا اللهم بارك ما شاء الله انتو الخدمه ديالو كديره الثمن ديالو 4350 درهم جديد دابا واصل دابا 770 780 جديد دابا 300 درهم كاين الخاتم حتى هو رائع هانتو الخاتم كدير مليح خاتم نقول لكم مليح البنات اللهم بارك اختي اللي تاج بغيت لويزه حره ثلاثه اختي تواصل معايا في الواتساب ومرحبا اختي كاين لويز هذا مليح هانتو الشكل ديالو الصح والعمل خاتم رائع البنات هذا تبارك الله من الداخل يعني هذا باقي جديد القياس اللي فيه البنات هذا في 1.9 سنتي فاطمة زهرة مرحبا ومساء الخير اختي هذا مليح الثمن ديالو 1 الغرام اختي كيبدا من 700 حتى 750 الميزة اللي فيه في 6.66 غرام والثمن ديالو داير 4900 درهم اللي داير هذا الخاتم 4900 البنات كاين البنات بارطاجوا مع اللايف بارطاجوا اللايف البنات الله يجزيكم بخير الثمن ديالو 4900 درهم شو الخاتم كذا مليح هذاك نقول لكم مليح البنات اللهم بارك الثمن ديالو زوين والصح والعمل يعني ديال ديما الثمن ديالو 4900 درهم 4900 درهم شي كولي خفيف كاين اختي شحال الواصل دابا اللويز الحر دابا ديال 5300 5500 اللويز كاين واحد الخاتم البنات هانتو الخاتم كذا خاتم لويزه او الكلاش مع الجناب تبارك الله كثير هانتو البنات اللهم بارك اختي اختي حليمة على حساب الموديل دابا راه كاين موديل 700 درهم للغرام بوز 700 درهم للغرام بوز الموديل دابا على حساب ليزا اختي كاين الموديل اللي باقي جديد هاد الخاتم هانتو الخاتم هذا ديال لويزا والكلاش البنات كاين حتى الكورميت ديالو البنات هي كاينه جديده
غنمشيو لبنات كبير. عطو الخاتم الكورميت ديالو، هاد الكورميت باقا جديدة. عطو الكورميت كديرة، عطو الخاتم تبارك الله. سي راشدة مرحبا، دابا طاح دابا راه كيطيح، دابا هادي مليحة. هادي باقا جديدة، هذا البنات هذا في الهميزات، خاتم في الهميزات مليح. تبارك الله كبير. والظلم هنا راه غليظ البنات، يعني الظلم هنا راه غليظ يعني ديال ديما. القياس اللي فيه البنات هذا اكيد البنات بارطاجيو اللايف، بارطاجيو معنا اللايف. القياس اللي فيه البنات فيه 1.9 سنتيم، 1.9 سنتيم في القياس ما شاء الله. شوف الخاتم كيداير 1.9. البنات اللي بغات تكون غير تواصل معايا في الواتساب ومرحبا. هذا فيه 9.66 غرام، والثمن ديالو البنات هذا 6300 درهم. خاتم مليح البنات 6300 درهم، 9.66 غرام، والثمن ديالو داير 7250 درهم. هذا 7250 درهم البنات، 7250 درهم اللي داير الخاتم ما شاء الله. الخاتم كيداير اللهم بارك، 7250 درهم يستاهل تبارك الله. كيداير الخاتم قياس فيه 1.9. اللي بغا شي حاجه بنت غير تسكرينيا وتواصل معنا في الواتساب، رقم ديالنا 0691 40 92 00. ومرحبا بالجميع. كاين هذا البنات هذا 720 درهم الغرام في الخاتم، 720 درهم الغرام، هذا مليح. خاتم رائع البنات، اللي طلع يبارطاجي، اللي طلع يبارطاجي اللايف البنات، انا بارطاجيت الاحباب والاصدقاء. مرحبا اختي لميا، مرحبا وشكرا لكم بزاف البنات. هذا مليح الخاتم، ما عرفتش كيديروا كثير ما شاء الله. القياس اللي فيه البنات هذا في 1.8 سنتيم، 1.8 سنتيم في القياس اللي فيه 1.8 سنتيم. اختي بغيت راه تكون فيها 10 غرام، اختي غير تواصل معايا في الواتساب كاينين راه تكوات كاينين. هذا مليح في 1.8 سنتيم. الميزان اللي فيه البنات هذا راه فيه 9.4 غرام، والثمن ديالو 720 درهم الغرام، ديال 6750 درهم. ها 6750 درهم، هذا مليح هذا تبارك الله. خاتم ما شاء الله، هاتو الخاتم الثمن 7650 درهم. اختي سو كاينه كيل براستيات، غير صبري كيل براستيات، عصير الصابون 24 غرام. اختي عندي عصير الصابون تقيل شوي. هانتو البنات هدا كدير اللهم بارك، هدي الكلو، خاتم ديال الكلو البنات هدا، هانتو الشكل ديالو كدير. القياس لي فيه البنات هدا في 1.9 سنتيم، 1.9 في القياس البنات، 1.9 في القياس. هانتو البنات كدير 1.9. الميزان لي فيه البنات هدا في 4.12 غرام، و الثمن ديالو 3000 درهم، 3000 درهم البنات هدا. الراتكو دابا حساب لي زاغ، حساب الراتكو البنات، واش بغيتو الكرا واش بغيتو الراتكو القديم ولا الجديد، حساب كتختلف. ملي بغات الراتكو الجديده راه كاينه البنات، بغات الراتكو الجديده راه كاينه في المحل مرحبا، والتوصيله بالمشي هذه مليحه. الثمن ديالو 3000 درهم. ام حاله بغيت جوج براسليات جد، بغيت شي براسليات جد 20 درهم. كاين اختي كاين براسليات، غير صبروا معنا وبارطاجوا اللايف. ها انتوا الشكل ديالو زوين. الثمن ديالو 3000 درهم، اللي هي 60 فيها 300 ديال الاورو اللهم بارك. خاتم ديال الكلوب صحيح يعني ديال ديما، الثمن ديالو 3000 درهم. واش 1.9 هي 57 تقريبا اختي سقيه البنات. كاين واحد لونسومبل خطير، هانت لونسومبل تبارك الله، لونسومبل كيداير مليح، شي حاجه مليحه البنات، والثمن ديالها رائع. زعما لونسومبل خاتم ديالو البنات، خاتم رائع ديالو، هانتو الخاتم كبير ما شاء الله ديال العريسات، الثمن ديالو خيالي البنات، الشكل ديالو كدير. هانتو لونسومبل كبير البنات ما شاء الله مليح، كنقولكم البنات لونسومبل مليح. هانتو هذا تركيا 750، الخاتم ديالو هانتو الخاتم ديالو كبير البنات ما شاء الله. شوف الخاتم البنات يطلع يبارطاجي معاهم، اللي يطلع يبارطاجي الله يفهم. شوف الخاتم تبارك الله كيداير ما شاء الله، الحجر اللي فيه رقيق يعني الحجر كل مرة رقيق، الحجر اللي فيه قياسي في الخاتم البنات راه فيه 1.8 سنتيم، 1.8 سنتيم في القياس، 1.8 سنتيم في القياس في الخاتم. الغرام الحلقات ديالو شموا يعني بنات، الحلقات كيدايرين يعني ديال العريسات البنات اللهم بارك ما شاء الله. هانتو تبارك الله كيداير الحلقات ديالو كيجيو هابطين ما شاء الله. شوف الخدمة ديالو كيدايرين ما شاء الله البنات. الميزان اللي فيه البنات هذا في 20.5 غرام، والثمن ديالو
داير 14950 درهم، 14950 درهم اللي دير هاد لونسومبل ما شاء الله، 14950 درهم اللي دير هاد البنات ما شاء الله زوين تبارك الله. ديال المناسبات كيجي مقبوض في العنق البنات هذا، كيفاش كيجي هكا اللهم بارك للحضور. الميزه اللي فيه هذا البنات الميزه اللي فيه راه فيه 20 غرام فاصله 50 والثمن ديالو 14950 درهم اللي دير هاد لونسومبل، الثمن ديالو زوين اللهم بارك. الحاجه نعمه اللهم يستر يا ربي ويستر جميع المسلمين يا رب. كاين هذا الخاتم بالحلقات ديالو تاهو زوين، هذا الشكل ديالو كثير ما شاء الله، خاتم زوين رائع تبارك الله، الحلقات ديالو كثيرين، حلقات خدمه فيه زوينه، هانتو الحلقات كثيرين ما شاء الله مليح البنات، لونسومبل مليح، هانتو الخاتم كبير، القياس ديال الخاتم البنات هذا كان فيه لونسومبل تباع، الخاتم اللي فيه البنات فيه جوج سنتيم، الخاتم فيه القياس جوج سنتيم، جوج سنتيم في القياس اللي فيه، جوج سنتيم رائع تبارك الله، فيه حجر رقيق، الميزة اللي فيه البنات الخاتم راه فيه، فيه 4 غرام فاصلة 30 والثمن ديالو داير 3150 درهم، 3150 درهم البنات هذا ما شاء الله. الثمن ديالو ثمن زوين بزاف البنات هذا شكون هذا مليح البنات، هادو حلقات مليح تبارك الله، الشكل ديالهم كبير فيهم خدمه زوينه وقدام. الميزه اللي فيهم البنات هادو فيهم 5 غرام فاصله 66 والثمن ديالهم داير 4200 درهم، 4200 درهم الحلقات البنات، حلقات مليح تبارك الله الشكل ديالهم ما شاء الله، نفس الخدمه ديال الخاتم حجر ديال رقيق يعني، والثمن ديالهم زوين عطيو شكل الخاتم حتى هما كدير ديالهم، الثمن ديالو داير الحلقات اللي هو 4200 درهم اللي دير الحلقات ما شاء الله زوينين. كاين واحد الحلقات هادو شبه الخاتم ديالو في اللايف اللي فات، الا كانت مناسبه كتفرج في اللايف هادو الحلقات ديال الخاتم اللي خديتي اخت، حلقات زوينين تبارك الله الخدمه ديالهم كبيرين ما شاء الله، الحجر مسيرتي مزيان. بنات اللي بغات راتكو غير تواصل معايا في الخاص في الواتساب وكاين راتكو جميع القياسات، هذا مليح حلقات مليح تبارك الله. الميزه اللي فيهم البنات هادو، هادو البنات فيهم 5 غرام فاصل 14 والثمن ديالهم داير 3800 درهم، 3800 صراحه انت الوحيد اللي كتقول الميزان والثمن الله يجيب يا ربي امين اختي زيزو، حنا فيهم مرحبا والف مرحبا، داش بارطاجي معنا اللايف جزاكم الله خير والف خير ومرحبا بكم جميعا عند بيجوتري مرزوق 3800 درهم يعني 76 فريال، حلقات مليح ما شاء الله. الثمن ديالهم 86 فريال، 76 فريال اللي هي 3800 درهم، 380 الاورو. كاين الخاتم هذا البنات، هانتو شكل الخاتم، الخاتم على شكل اكس زوين تبارك الله، خاتم رائع البنات. القياس اللي فيه البنات هذا، هذا فيه 1.7 سنتيم، 1.7 سنتيم في القياس اللي فيه، 1.7 البنات هذا ما شاء الله خاتم زوين تبارك الله، 1.7. الميزه اللي فيه البنات هذا فيه 3 غرام فاصله 2 والثمن ديالو داير 2350 درهم، 2350 درهم هذا الخاتم البنات، خاتم زوين تبارك الله صحيح والحجر ديالو مسيرتي مزيان، حنا كنبارطاجيو تستاهل مرحبا اختي وانا مرحبا، حنا كنديرو والله الا كندير هادشي كنديبلاصو عليه في اي ميديا باش نجيب لكم هذا الموديل والثمن زوين يعني، ثم كمان بارطاج حنا كنديرو لكم اثمنه مناسبه، واللي بغى المحل يجي عندنا راه حنا كنتواجدو في مدينه جديده، واللي ماشي في مدينه راه حنا كنديرو التوصيل بالمجان جميع المدن، هذا مليح. اللي بغات راتكو البنات راه كاين راتكو عندي جميع القياسات، هذا 2350 درهم، 2350 درهم البنات، هذا خاتم زوين تبارك الله صحيح. كاين هذا الخاتم شو رائع البنات، هذا 720 درهم غرام في الفوق خاتم كثير ما شاء الله، شتي الغرام كيبدا من 700 حتى 750 في الهميسات، هذا الخاتم كثير راه شي حاجه رائعه البنات اللهم بارك. الميزه اللي فيه البنات هذا في 1.8 سنتيم، 1.8 سنتيم في القياس اللي فيه، 1.8 سنتيم البنات هذا خاتم رائع تبارك الله من الداخل كبير. الميزه اللي فيه في 5 غرام، الثمن ديالو داير 3600 درهم، 3600 درهم البنات هذا اللهم بارك يعني 360 ديال الاورو ما شاء الله، شو الخاتم كبير البنات، خاتم خدم فيه زوين وباقي جديد، هذا البنات راه مغسول مولوني من عند السيده الله يهديها، الثمن ديالو 3600 درهم ما شاء الله. كاين الخاتم تاهو ديال فان كليف، هذا فيه الصفر والبيض البنات، شكون ديالك خاتم رائع تبارك الله،
شي مولا انا نصور لكم، انا نصور لكم البوميط غير صبروا معنا. خاتم رائع انتوا شكون ديرو كي داير خاتم ترى شي حاجه بنات هذا الصح يعني هذا راه الاس كاس 750 في الدور ديالو شحال غليظ مليح هانتوما بنات الخاتم كي داير ما شاء الله رائع تبارك الله والخدمه ديالو زوين. الميزان اللي فيه البنات هذا فيه 4 غرام فاصله 40 والثمن ديالو داير 3250 درهم 3250 درهم البنات هذا خاتم زوين تبارك الثمن ديالو 3250 درهم اللي دايره الخاتم ديال الفان كليف ديال الاس كاب 750 تبارك الله من الداخل كبير ما شاء الله. اللي بغاتو البنات غير سكريني وتواصل معنا في واتساب الرقم ديالنا 0691 4092 00 ومرحبا بالجميع. كانت حلقات هادو البنات كانت حلقات كبيره حلقه ديال كارتي هانتوما البنات حلقات مزيونين تبارك الله في خدمه زوينه ما شاء الله هانتوما البنات حلقات كبيرين. الميزان اللي فيهم البنات هادو البنات فيهم 4 غرام فاصله 77 والثمن ديالهم داير 3550 درهم 3550 درهم البنات البنات اللي طلع اي بارطاجي معنا اللايف وديروا جيم البنات جزاكم الله خير والف خير. الثمن ديالهم 3550 درهم اللي دارت الحلقات ما شاء الله. هادو كارتي انا دفع سلام السلام راه شويه خير 520 غرام شي 520 درهم للغرام نشريو مع ديك 520 درهم للغرام نزيدوك 100 درهم اختي وبيعي لينا ومرحبا ومرحبا اختي حنان. هاد التعليقات زوينه ما تنساوش كدير لك كدير اختي ناديه هذيك ساعه مرايا انا غندوزها غير صبري معايا الله يجزيك بخير. هادي تعليقات زوينه كنا تنساوش كدير لك كدير تعليقه مليحه خلود كاين عندنا الخواش ديال الجامو كاينين هذا 4.5 البنات والثمن ديالها داير 3250 درهم 3250 درهم. التعليق البنات زوينه تبارك الله الثمن ديالها ثمن زوين الغرامات اللي فيها غرامات زوينين يعني الغرامات اللي فيها البنات راه فيها 4.50 والثمن ديالها 3250 درهم 3250 درهم البنات هذه مليحه تبارك الله 3250 درهم. تعليقه زوينه تبارك انت الشكل ديالها كثير ديال هذا الشكل اللوزه الثمن ديالها 3250 درهم. كانت الخاتم ديال الفراش البنات انت الشكل ديالو خاتم زوين ديال الفراش البنات انت الشكل ديالو من الداخل كبير رائع انت البنات الخاتم ما شاء الله. القياس اللي فيه البنات هذا في 1.7 سنتيم 1.7 سنتيم البنات هذا فيه 1.7 سنتيم في القياس اللي فيه هانتو الخاتم كثير ما شاء الله 1.7 سنتيم. الميزان اللي فيه البنات هذا فيه 3.24 غرام والثمن ديالو داير 2350 درهم 2350 درهم. الخاتم ديال الفراشة الثمن ديالو زوين البنات اللي بغات شي حاجة راه غير تسكرينيها وتواصل معنا في واتساب الرقم ديالنا 0691 4092 00 ومرحبا بكم والمرحبا. التوصيلة بالمجان البنات كاين الخاتم ديال الاكس هذا هو هانتو شكون ديال هذه ديال كريستيان ديور هانتو البنات كاين هانتو البنات هذا كي داير ما شاء الله خاتم رائع البنات. القياس اللي فيه البنات فيه 1.8 سنتيم 1.8 سنتيم في القياس هذا مليح 1.8 سنتيم في القياس اللي فيه مليح الخاتم البنات اللهم بارك انت الشكل ديالو كدير هذا شكل رولكس وفي كريستيان ديور. الميزان اللي فيه البنات هذا فيه 2.9 والثمن ديالو داير 2150 درهم 2150 درهم الخاتم البنات اللهم بارك خاتم زوين ديال كريستيان ديور على شكل رولكس الثمن ديالو 2150 درهم. كاين الخاتم ديال الشميشة تا هو زوين هانتو الخاتم كدير خاتم رائع ديال الشميشة البنات اللهم بارك هانتو شكون ديرو كدير. القياس لي فيه البنات هدا فيه 1.9 سنتيم 1.9 سنتيم لي فيه 1.9 سنتيم في القياس البنات غتختي نادية غير صبر غندوز من دابا غنحيد غير خواتم وأنا خويا براسي تيفاني كاينة شي عندي في جديد. الميزة اللي فيه فيه 1.5 والثمن ديالو البنات هذا 2150 درهم
1150 درهم البنات هذا ما شاء الله عنده الخاتم كثير، 1150 درهم راعي عنده شكل الخاتم كثير، 1150 درهم اللي دير الخاتم ما شاء الله زوين تبارك الله الخاتم يعني ديال ديما وصحيح. كاين الكورميت عنده الكورميت كبير، عنده الكورميت كبير، الكورميت الخويشات اختي سعيدة قياس تيفاني كاين كاين اختي عندي تيفاني في جديد ماشي في الميزة عندي تيفاني في جديد. لي كورميت اختي يلاه ندوزهم دابا، لي كورميت يلاه ندوزهم دابا، عنده الكورميت كبير الخويشات البنات لامو ديالك عنده الشكل ديالك. عمري الخاتم ديال كريستيان ديور اختي هو هاهو ديال كريستيان ديور على شكل رولكس يعني صحيحة ديال ديما عنده الشكل ديالو كثير. خواتم مطروات دي اختي مروه كاين عرفتوا الشكل ديالك هذه ديال الخريشات البنات عرفتوا الشكل ديالك ديال ما شاء الله. السلام خويا حمزه ورينا شي هميزات في المارياج كاين اختي اختي اكرام كاين هذا مليح عرفتوا الشكل ديالو كثير غورمي ديال اليد على شكل الخريشات البنات وصحيح عرفتوا المسد ديالك كثير ما شاء الله انتم البنات كنقول لكم اك الصوره واضحه مزيان البنات باش تبان لكم انتم الشكل اللي بغات تلبس شي حاجه راه غدا ان شاء الله ندير لها فيديو نصور لها زعما اللي بغات عرفت هذه مليح البنات اللهم بارك كيف الناس بارطاجي معنا الله يجازيكم الله خير الخير ومرحبا بكم جميعا. 3.6 غرام البنات هذا والثمن ديالو داير 2700 درهم بورميت مليحه البنات 2700 درهم 2700 درهم اللي داير هاد الكورميت مليحه البنات الشكل ديالها كثير هذه صحيحه ديال ديما والصلصه اللي فيها راه فرصه الثمن ديالها 2700 درهم اللي دايره هذه 2754 ريال. كاين هاد الكورميط البنات هادي رافينيتي هانتو الشكل ديالها كثير هانتو هادي رافينيتي البنات تبارك الله كثير ما شاء الله اللهم بارك. كورميط رافينيتي اللي يقول لكم كورميط رافينيتي اللهم بارك هانتو الشكل ديالها كثير اللي يقول لي فيها هاد الورقة اللي فيها راها غليظة البنات هانتو الشكل ديالها شي فدوى الخاتم ديال روليك شحال ديال كريستيان ديال شحال فيه انا نقولك دابا هادي مليح هادي رافينيتي البنات. الميزه اللي فيها البنات هادي فيها 4.14 غرام والثمن ديالها داير 3100 درهم 3100 درهم ما شاء الله تبارك الله 3100 درهم اللي دايره هاد الكره هانتو ما شاء الله. القياس ديال الخاتم ديال كريستيان ديور راه فيه قياس 1.7 1.7 الخاتم ديال كريستيان ديور في 1.7 اللهم بارك. كاين هاد الكورميت ديال هادي ديال لويزا ديال اس كاربنات 750 هانتو الشكل ديالها الخاتم هادي كورميت زوين البنات اللهم بارك هانتو الشكل ديالها كثير ما شاء الله. الميزة اللي فيها البنات هادي هادي فيها 4.5 غرام البنات هادي والثمن ديالها داير 3800 درهم 3800 درهم البنات هادي اللهم بارك هانتو شكل الكورميط كثير 3800 درهم هي 76 ريال ما شاء الله 76 ريال لطيف وعليكم السلام هادي مليحة الثمن ديالها 3800 درهم هي 76 ريال كاين هادي زوينة هاد الكورميط هانتو شكل ديالها هادي الغرام اختي كيبدا دابا من 700 حتى 750 في الهميزات هانتو البنات هادي مليح هانتو تبارك الله كاين هادي هو البنات يعني هادي ما شاء الله هادي خير من نوع في خير حال الخدمه واعر عرفتي شنو ديال كبير هانتو البنات شي ام جابر دابا الهميزات كنا كنبيعوهم ب 750 حتى 800 دابا راه ما بين 700 حتى 750 يعني راه ناقص تقريبا شي 30 درهم في الغرام حتى 40 درهم في الغرام وحتى 50 البنات يعني اللي بغات تاخذ دابا من دابا ديال فرصه هادي مليحه تبارك الله كثيره اللهم بارك غورمي زوينه تبارك الله ما شاء الله. الميزه اللي فيها البنات هادي فيها 3.6 غرام والثمن ديالها داير 2700 درهم خويا الثمن سرت لها مرحبا اختي غير صبري معنا اختي فوزيه انا ندوز لك تحت هادي انا عندو هادي قديمه فاش 140 غرام وشي حاجه عندي بنيه هانتو البنات كثيره اللهم بارك الثمن ديالها 2700 درهم 2754 ريال البنات هادي ولكن راه ما شاء الله الخدمه ديالها واعره خاصها شوبر وفي هاد الخدمه ديالها الخدمه ديالها تبارك الله
اللي كيسوى المحل حنا كنتواجد مدينة جديدة ساحة مولية صفري واق تونسي اون فاس من حي البوشوري رقم 22 جوهرية مرزوق عند حمزة. الخام دابا ديال 760 حتى 670 الخام دابا البلاش كاين واحد الكورما واحد السلام شكل ديال الحضور بلاتي بغات شي حاجه للحضور انت واش كدير ما شاء الله ما نشوف الناس كي دايرين ما شاء الله اللهم بارك شو الخدمه ديالك كي دايره البنات هادي السلسله ديالها صحيحه البنات نتا الخدمه ديالها كي دايره اللهم بارك يعني ديال ديما الميزه اللي فيها البنات هادي البنات فيها 17 غرام فاصلة 80 والثمن ديالها ديال 13200 درهم اللي بغات تسلى البنات ديال الحضور والصح والعمل 13200 درهم تبارك الله كثير مليون و64 ريال تستاهل الصراحه من فعل الحجر لا ورش شو التعليقه كي دايره البنات غنشوف هنا كثير من الداخل تبارك الله الثمن ديالها 13200 درهم توصيل بالمجان اللي كيسوى للمحل حنا كنتواجدو مدينة جديدة ساحة مولية صفري واق تونسي اون فاس من حي البوشوري رقم المحل ديالنا 20 جوهرية مرزوق هذه مليحة الثمن ديالها 13200 درهم اللي دايره هذه يعني 1320 ديال الاورو كاين هذه جايب المصحف ديال البنات اللي بغات تلبس البنات تقبل شكرا فاش كبير شكرا فاش كبير البنات المصحف ديالك كبير اللهم بارك وطويله كتلبس فوق الزيفه البنات هكا كتجي طويله اللهم بارك يعني طويله البنات هذه ما شاء الله هذه الكرافاش الاولى اللي صحيحه البنات هانتوما البنات كثيرة ما شاء الله الصح والعمل الصح والعمل يعني ديال ديما تبارك الله مصحف كبير البنات الميزه اللي فيها البنات فيها 52 غرام فاصلة 3 والثمن ديالها داير 38700 درهم 38700 درهم ولكن البنات هذه زينه وخزينه ياك يعني زينه وخزينه هي هذه راه ما شاء الله في واحد الخدمه زوينه وقديم الثمن ديالها دايره 38700 درهم يعني 3870 ديال الاورو المصحف وحده اختي هذا المصحف وحده شحال داير المصحف راه هو هذا البنات بوحده نقول لكم الثمن ديالو بوحده شحال داير الميزه اللي في المصحف البنات راه فيه 39 غرام فاصله 1 39 فاصله 1 والثمن ديالو داير 28900 يعني 2890 ديال الاورو اللهم بارك انت شحال ديالو كثير ما شاء الله شو اللون ديالو كي داير الثمن ديالو 28900 درهم اللي داير هذا المصحف في خدمه زوينه تبارك الله وخدم النقش ديال اليد قديم ما شاء الله كاين هذا وكاين هذا المصحف صغير هو زوين انت اللي بغات شي مصحف صغير الصح والعمل شو من الداخل كي داير مليح هذا المصحف شو اللون ديالو كي داير البنات الله اكبر مصحف خطير غنشوف الناس الميزه اللي فيها البنات هذا في سوقينا عبيد هذه فيها 23 غرام هذا المصحف الثمن ديالو داير 16800 درهم 16800 درهم البنات المصحف الثمن ديالو الثمن رائع بزاف اللي هو 730 درهم الغرام تبارك الله السلسله اللي قبل اختي سوقينا مرحبا هذا مليح نقول لكم هذا الصح والعمل وفلوسه فيه الثمن ديالو 16800 درهم السلسلة البنات هاد السلسلة راه مليحة هاد السلسلة ديال الكرافاش راه مليحة الصراحة هانتوما البنات كبيرة السلسلة بوحدها مليحة البنات الميزة اللي فيها البنات هادي فيها 13 غرام فاصلة 17 والثمن ديالها داير 9800 درهم 9800 درهم البنات ديال ما شاء الله
حسنت لها يدير بمئة يدير اختي ما تبارك الله جوش كدينا كثير ما شاء الله تسرت لك دي أسرت الأخت سورة أسرت لها يدير بنيش ليش يدير الأخر الله أخشى ما عشان أسرت لي سوى الشيء ده عم شو بنيش كدير هذه قديمة السرت للدمج الله ما بعرف شو فكرة انت بدي كثير شي مليم براسي مخرمتين هذا مليح السرت لا كون مليح الكاس ديالها شي بوشطرة جوج بشحال نقول بجوج بشحال فيها 5.8 سنتي 6.8 سنتي في القياس البنات السرت لا ما شاء الله هادي خويا هادي مليح نقول لكم هادي البنات راه الصح والعمل يعني عامل اللون ديالها كيبان لكم البنات ما شاء الله شي شحال فيها من غرام هادي خشي فيها فيها 143 غرام فاصله جوج 143 غرام فاصله جوج اللي فيها السرت 143 غرام فاصله جوج مليح 143 غرام فاصله جوج اللي فيها السرت للبنات اللهم بارك انت الشكل ديالها كثير 143 غرام فاصله جوج والثمن ديالها داير 10 مليون و6000 درهم البنات يعني 100 ألف درهم و6000 هي 10 مليون و120 ألف تبارك الله انتوش كدير هادي البنات هادي راه خطيرة السرت الغرام اختي هادي 740 درهم الغرام ولكن راه قديمة يعني تستاهل كثر شوف تبارك الله اللون ديالها كثير ما شاء الله اللي بغات البنات راه غير سكرينها وتواصل معنا في واتساب اللي بغات واحد راه مرحبا واللي بغات جوج راه مرحبا والله يجيب رزق ان شاء الله وتكون النصيب اي كليانا ومرحبا بالجميع كاين السلسله البنات هادي انت شكون ديال هادي مليحه البنات السلسله هادي شوف تبارك الله كبير هادي اللي بغا يدير فيها لويزا كيدار فيها لويزا كيدار فيها لويز ولا يدير فيها حتى المصحف المصحف اللي دوزها يقدر يجي فيها هادي مليحه البنات شكون ديال هادي مليحه البنات اللي بغا شي صوت شي سلسله ديال الصح والعمل مليحه وفلوسها فيها كيوب زينه وخزينه ما شاء الله انت البنات كبير الميزه اللي فيها البنات هادي فيها 27 غرام فاصله 3 والثمن ديالها داير 20 ألف درهم جوج المليون ولكن البنات راه زينه وخزينه تبارك الله جوج المليون اللي دايره هادي اللهم بارك اختي السرت ديالها 10 مليون و120 ألف ريال 10 مليون و120 ألف ريال فيها 140 غرام فاصله جوج عاشو البنات هادي خديجة تشوفو عليكم السلام ورحمة الله هادي مليحة الثمن ديالها 20 درهم هي 2000 ديال الأورو اللهم بارك هادي قديمة هادي السلسلة قديمة شو الذهب ديالها كيداير الثمن ديالها داير 20 ألف درهم جوج المليون 2000 ديال الأورو البنات هادي اللهم بارك هانتو الشكل ديالها كيداير هانتو البنات ما شاء الله الثمن ديالها 20 ألف درهم يعني جوج مليون 2000 ديال الأورو البنات كاين واحد براسية البنات هانتو الشكل ديالها كاين هاد الصوت ورا البنات هادي هانتو الصوت ورا كثير السرت لها شي قياسها 6.8 السرت لها راه 6.8 البنات شي إلهام هي هاديك 10 مليون و120 ألف ريال ولكن البنات لي كنخدمة قديمة تبارك الله ما شاء الله يعني كتجي فواحد اللبسة ديالها تبارك الله ما شاء الله عرفتو البنات السوطوار هاد السوطوار البنات هادي الخدمة اللول ديال السوطوار فاش كان يخدم فيما شهرات الحياة البنات اللهم بارك انت الشكل ديالها كبير شي اذا ما رجع الدب طاح الدب غنشوف نفسي ما شاء الله شو تبارك الله كي داير هاد السوطوار
هادي كان خاصه واحد الموديل كان فيه لونسامبل في هذا الشكل، تكون عاقل على الموديل اللي كان في كان خرج به هذه الورده في حلقات الخشب. هذه السطوار ديالو البنات تبارك الله كثير. الميزه اللي فيها البنات هذه فيها 18 غرام فاصلة 80 والثمن ديالها ديال 13900 درهم. 13900 درهم البنات هذه اللهم بارك، 13900 درهم يدير هذا السطوار تستاهل. هذه ديال رافينيتي البنات الحجر اللي فيها رقيق، هانتو الشكل ديالها كدير اللهم بارك. كاين جوج براسليات، هانتو براسليات ديال الفيس، براسليات ديال الفيس ملاح، هانتو البنات كدايرين ما شاء الله. خاصني ديو الفيس انتوني نتي طلع اي بارطاجي مع الضيف، اللي طلع اي بارطاجي مع الضيف البنات الله يجزيكم بخير. هذا البنات القياس فيه 5.8 سنتيم، جوج براسيات نفس القياس 5.8 سنتيم والثمن ديالهم ثمن زوين. اللي بغى جوج براسيات ديو الفيس الثمن ديالهم راه ثمن رائع بزاف اللي هو 720 درهم الغرام، باقيين جداد انتوني. هادو ملاح، هادو فلوسهم فيهم باقيين جداد. كما تحتاج هنا بحال شكل ديامور البنات فيهم جوج هنا و جوج هنا، هانتو مليح. كنقولك هاد لونسومبل هاد البراسيات مليح، كشي راتكو كاين راتكو ندوزو في الغيط قاصر معانا ندوزو ليكم لي راتكو. فيها 17 غرام البنات هادو و الثمن ديالهم داير 22250 درهم، 22250 درهم البنات هادي، 22250 درهم. مرحبا، أنا مرحبا خشي زينب، هذه مليحة. هذه زوينة البنات اللهم بارك، الثمن ديالها 12250 درهم، هانتو الشكل ديالها كدير ما شاء الله. القياس ديالهم 5.8 البنات، هادو غير 700، خشي زينب هاهما 720 درهم غرام فيهم الحجر لا والو، غير وجدي راسكم مرحبا خشي، الثمن ديالهم 12250 درهم، هادو فلوسهم فيهم. أم ياسمين مرحبا، أنا مرحبا، شحال الذهب اليوم؟ الذهب اليوم كيبدا من 700 حتى 750، هادو في الهميزات والثمن ديال يعني الهميزات باقيين جداد، يعني ماشي مستعملين بزاف، يعني كاين اللي غير خداتهم وعاود باعتهم، يعني فلوسهم باقي فلوسهم فيهم. كاين هاد البارسي ديال التخرام، هذا الشكل ديالو كثير، اللهم بارك، ما شاء الله. سي نزهة، أسير كاين الهميزات، كاين الهميزات أختي مرحبا، أنا مرحبا. بنات يطلع اي بارطاجي مع اللايف، جزاكم الله خير والف خير ومرحبا بالجميع. عاشو بنات هذيك براسي ديال التخرام مغلف من الداخل، هذا راه مغلف من الداخل في 6.2 سنتي، 6.2 سنتي في القياس، براسي مليح 6.2، عاشو 6.2 في القياس مليح. هذا البراسي الثمن ديالو البنات هذا فيه 11 غرام فاصله 15 والثمن ديالو داير 8000 درهم، 160 ريال البنات. هذا براسي مليح، الثمن ديالو زوين بزاف اللي هو 8000 درهم، 800 الاورو اللي يدير هذا البراسي هذا ديال التخرام ومغلف من الداخل، والقياس ديالو 6.2 والثمن 8000 درهم اللي هي 800 الاورو البنات. كاين هذا هو زوين، هذا البراسي هو رائع. هذا علاش كاين ثلاثه البراسليات، عندي جوج فيهم جوج قياسات مختلفين، هانتوما نفسهم غير واحد صغير وواحد كبير. الثمن ديالهم ثمن زوين، هادو الثمن ديالهم 800 730 درهم الغرام، شوف تبارك الله باقي جداد. هذا كاخشي من هنا وهذا سامبل البنات منقوش اللهم بارك، براسليات ملاح، يعني في عوض تاخذ ثلاثه ديال واحد الكلو واحد الفيس، هادو فيهم ثلاثه مواضيع، فيهم الفيس في الحجر والفيس سامبل والكلو، هانتو البنات كديرين اللهم بارك. نفس الخدمه البنات، هادو القياس اللي فيه هذا الصغير البنات راه فيه 5.4 سنتيم، 5.4 سنتيم في القياس، 5.4 البنات هذا مليح تبارك الله، الشكل ديالو من الداخل كبير 5.4. والميزه اللي فيه البنات هذا فيه 16 غرام فاصله 14 والثمن ديالو داير 11800 درهم، 11000 مولا الله يوفق يا رب، يوفق جميع المسلمين يا رب، الثمن ديالو 11800 درهم، براسي مليح تبارك الله. اختي صفاء راتكو كاين، كاين راتكو هذا مليح البنات، الثمن ديالو 11000
و800 درهم. هذا هو زوين البنات الخدمه هو بحال نفس الخدمه غير هنا في كارتي. قياس اللي فيه البنات هذا فيه 6 سنتيم، فيه 6 سنتيم البنات هذا، والاخر كان فيه 5.4. هذا 6 زوين هو البنات نفس الموديل ديال الاول والوسط. الميزه اللي فيه هذا، هذا البنات فيه 21 غرام 8730 درهم للغرام، دار 15300 درهم، 15300 هي 1500 ديال الاورو البنات. اللهم بارك ما شاء الله مليح يعني ديال ديما، والثمن ديالو زوين اللهم بارك. واحد الباص ديال ميسي كتا هو زوين عاطوا البنات فيه، هذا رائع البنات، براسي زوين ديال ميسيكا. دابا الغرام ديال 700 درهم حتى 750، هذا مليح ديال ميسيكا البنات، باقيش فيه تبارك الله. بنات يطلع يبارطاجي معنا الناس اللي كيسولوا لي راتكو، راه كاينين راتكو عندي، كاينين راتكو جداد، غير تواصل معايا في واتساب ان شاء الله نقول لكم الغرامات اللي بغيتو والثمن، الثمن مناسب. فيها 6.1 البنات، 6.1 في القياس اللي فيه، 6.1 اللهم بارك في القياس، 6.1 غرام هذا البلاستي ديال الميسيكا، الثمن ديالو في 12.6 غرام، والثمن ديالو ديال 9100 درهم. حاجة ناعمة، كلشي زوين اللهم بارك، الله يبارك فيك، حاجة ناعمة. وهادو راه كلهم موديلات جداد، يعني موديل اللي كاينين دابا والثمن ديالهم ميزات. فهمتوا البنات الثمن ديالو زوين اللي هو 9000 درهم، 9100 درهم ديال هاد البراسي اللهم بارك ما شاء الله. كاين هذا هو زوين، هاد البراسي كبير فهمتوا، مليح هاد البراسي تبارك الله، شبارك الله كبير، شوف الداخل ديال شوف هاد البلاستيك ديال ما شاء الله. غرام اللي فيه البنات هذا فيه 5.8 سنتيم، 5.8 هاد السرتله البنات اللي كيسوا السرتله راه دايره 4 سميتها 10 مليون و 120 فريم، هذا مليح كيجي التوميت تبارك الله عليك ديما جيد، مرحبا اختي وانا مرحبا، هذا مليح تبارك الله. شوف البلاستي كي داير 5.8 في القياس، شوف الحجر اللي فيه رقيق، الحجر اللي فيه البنات راه ماشي غير الحجر الكبير، الحجر اللي فيه عطا واحد المنظر زوين، وحجر اللي فيه رقيق، هذي اللي مع الجناب راه ليبول البنات ديال الذهب تبارك الله. شوف الخدمه ديالو كي دايره، الميزه اللي فيه 16 غرام الثمن ديالو 730 درهم للغرام، دار 11700 درهم، 11700 اللي داير هذا اللهم بارك ما شاء الله، شي حاجه واعره. كاين هذا الكلوب، عرفتوا شكل هذا الكلوب بحال شكل الاوريجينال، كيتحل من الفوق، كيتحل من الفوق، عرفتوا الخدمه ديالو كيدير الكلوب، باقي مليح، فيه حجات مع فقاق هنا مجدا، وفيه حجيرة هنا وحده، الخدمه ديالو زوينه البنات، فينيسي واعر. الميزة اللي فيه البنات هذا فيه 9.9 غرام والثمن ديالو ديال 7350 درهم، 7350 درهم هذا الكلوب، والقياس اللي فيه 5.7 سنتي، 5.7 اللي فيه هذا مليح، الثمن ديالو 7300 درهم، 7300 درهم البنات هذا. مش حاب حسب الصويري ولا عصير الصابون، عصير الصويري دابا عندي 740 درهم، ها هو كاين صويري، عصير الصابون عفوا، هذا عصير الصابون ديال 740 درهم للغرام تبارك الله ما شاء الله، شي حاجه رائعه تبارك الله. شوف الخدمه ديالو كثير، راسي مليح اللهم بارك. القياس اللي فيه البنات هذا فيه 6.6 سنتيم، 6.6 سنتيم، هذا شوف تبارك اللون ديالو كي داير البنات ما شاء الله، 6.6 سنتيم اللي فيه في القياس تبارك الله كثير اللهم بارك، 6.6 في القياس. الميزان اللي فيه البنات هذا فيه 8.26 غرام والثمن ديالو ديال 60000 درهم، 6 ديال المليون البنات هذا، 6000 ديال الاورو اللهم بارك،
هذا مليح طلع ما بين الثمن ديالو 60000 درهم 6000 ديال الاورو لا مو بيان ليك هذا كانت بلاصتي بنت وبلاصتي كثيرة اللهم بلاصتي زوين تبارك الله خدمتي كثيرة ما شاء الله قياسي فيها البنات هذا في 5.8 سنتي 5.8 سنتي في القياس 5.8 سنتي في القياس هذا براسي مليح اللهم خشي عصير الصابون فيه 14 غرام على حساب خشي كيكون رقيق شوية هذا فيه 7.75 غرام والثمن ديالو ديال 5700 درهم 5700 درهم البنات هذا اللهم بارك 5700 درهم والقياس اللي فيه قياس فيه 5.8 سنتي 5.8 سنتي في القياس 5.8 سنتي الثمن ديالو 5700 درهم ما شاء الله والصواري خصي الصواري كاين ولكن عندي الصواري قياس كانت الصواري هذا انت خصيتهم ليا هذا الصواري الصواري القديم هذا البنات يعني الصحيح والقياس اللي فيه هذا البنات فيه 6.3 سنتي 6.3 البنات هذا 6.3 في القياس 6.3 البنات اللهم بارك 6.3 اللي في القياس والميزان اللي فيه البنات هذا البنات اللي طلع يبارطاجي معنا اللايف جزاكم الله خير والف خير ومرحبا بكم جميعا فيه 14.6 غرام والثمن ديالو ديال 10800 درهم 10800 درهم يعني مليون 100 مليون و16000 مليون و16000 البنات هذا اللهم بارك انت تشكل ديالو كبير ما شاء الله هذا صواري قديم الثمن ديالو 10800 درهم 10800 درهم البنات هذا اللهم بارك انت تشكل ديالو كبير فيه خدمه زوينه وخدمه قديمه هذا ندعو عليكم السلام ورحمه الله وبركاته كانت بلاصتي الكوكية جواع عندو شكل ديالو مليح بلاصتي رائع تبارك الله الموديل جديد بلاصتي رائع تبارك الله ريزينغ البنات هدا القياس لي فيه البنات هدا فيه 6 سنتي 6 سنتي في القياس لي فيه هدا 6 سنتي من البنات القياس لي فيه 6 سنتي في القياس الميزة لي فيه البنات هدا في 14.80 غرام في 14.9 غرام والثمن ديالو ديال 11450 درهم 11450 درهم البنات هذا اللهم بارك 11450 درهم اللي كيسول على المحل خصيتو ميا حنا كنتواجدو مدينة جديدة ساحة مولي يوسف رواق تونسي اون فاس مع الحي البشري رقم المحل ديالنا 20 جوهرية مرزوق توصيلة بالمجان باقي غير تسناتي ليا ستة الفار تليفون مرحبا اختي خيزر راه مكوموندي غير كون يعني ان شاء الله راه مكون في الكوموند ولينا خويا حمزة عافاك تيصير العلاقة بالدي في حدود 5000 درهم اختي راه بابا ما كانش في اللايف غير تواصل معايا في الواتساب ان شاء الله ونصور لك جميع السلاسل اللي عندي ديال 5000 درهم ان شاء الله ومرحبا خويا مرحبا كاين هاد البلاصة زوينة هاد انتو شكون ديالك البلاصة ديال الطروات ديال قشور الحوت مليح كيبناش بارطاجي معنا بارطاجيو اللايف جزاكم الله خير والف خير ومرحبا بكم جميعا عن فيديو تخي مرزوق عنتو مليح هذا باقي جديد شغل الحوت البنات عنتو شكون ديالو القياس لي فيه البنات هذا فيه 6 سنتيم 6 سنتيم لي فيه 6 سنتيم البنات في القياس اللهم بارك عنتو شكون ديالو كدير الميزان لي فيه 6.73 غرام والثمن ديالو ديال 5000 درهم خويا حمزه جاوبني في الواتساب عافاك مرحبا اختي غير تواصل معايا في الواتساب ونجاوب ان شاء الله اللي بغات شي حاجه مثلا غير تسكرينيها قول نجاوبكم في الواتساب والتوصيل مجان اللي باش شي صوره واضحه مثلا نصور لي الموديل اللي بغا اللي شي موديل باش شي في اللايف راه كاين عندها في المحل غير تواصل معايا ان شاء الله هذا 5000 درهم قياس 6 سنتيم والثمن ديالو 5000 درهم اللي هي 500 ديال الاورو مليح نقول لكم شي حاجه زوينه تبارك الله ما شاء الله هذا هو زوين هذا هو ديال الطروات ديال البنات عندو شكل ديالو براسي مليح الجو ديال الطروات دي الخدمة فيه زوينة تبارك الله عندو البنات من الداخل كتير القياس لي فيه
هذا البنات فيه 6 سنتي 6 سنتي في القياس فيه 6 سنتي في القياس راسي ما شاء الله البنات الله مبارك اختي مريم التوصيل كندير التوصيل في الامان التوصيل في الامانه غير تواصل معايا في واتساب ومرحبا اختي وراه البنات اللي متقدرين نشرح لك شنو كيفاش التوصيل كيفاش كيديروا التوصيل راه مرحبا المرحبا 8 غرام البنات هذا والثمن ديالو داير 5950 درهم 5900 اختي مروه كاين على قط رواد كاين غير انا اليوم ما دارتش في اللايف البنات اللي ما دارتش شي حاجه اللي ما دارتش في اللايف راه عندي في المحل غير تواصل معايا في واتساب ما نقدرش ندوزو كلشي هذا 5950 درهم مليح هاد براسي اللهم بارك الثمن ديالو 5950 درهم باش بارطاجي مع اللايف بارطاجيو اللايف لازمكم كاين هاد الباس ديال البنانا الثمن ديالو البنات الثمن ديالو 700 درهم للغرام غنشوف الناس كيفاش باسي ديال البنانا الخدمة الأولى البنات اللهم بارك تبارك الله غنشوف الناس كيفاش ديال اللهم بارك القياس اللي فيه البنات هذا في 5.6 سنتي 5.6 سنتي في القياس اللي فيه 5.6 البنات هذا اللهم بارك والميزان اللي فيه هذا البنات فيه 11 غرام في 12 غرام البنات هذا الثمن ديالو داير 8400 درهم مازال ما عطاش شي خاتم ولا حلقات كلو في خشي رباب راه دوز خاتم ديال الكلو في الميزات دوز خاتم ديال الكلو في 8400 درهم يعني 840 ديال الاور خليتهم انا بارطاجيت مرحبا خشي شكرا انا مرحبا تحياتي لكم جميعا هذا 8400 درهم يعني 840 ديال الاور البنات اللهم بارك مليح تبارك الله هذا الثمن ديالو زوين بزاف اللي بغا يشوف البنات راه تقريبا الثمن ديالو رائع بزاف كاين تودي البنان عند شي بلاصه كبيره تبارك الله بلاصتيات ملاح الثمن ديالهم خيالي البنات كنتو شكل ديالو كده والله انا نشوف انا نشوف غير صبر على بالي انا ندوزو 6 سنتي 5.9 5.9 سنتي في القياس 5.9 البنات هاد البراسي اللهم بارك 5.9 الميزه اللي فيها البنات هذا الثمن ديالو زوين اللي هو 700 درهم للغرام 13 غرام فاصله 46 والثمن ديالو داير 9500 درهم براسي مليحه البنات 9500 درهم تبارك الله 9500 درهم اللي داير هذه ديال البنان البنات فلوسو فيه اللهم بارك راتكو جديد البنات من 700 من 750 حتى 800 يعني كيكون راتكو جديد من 700 من 750 حتى 800 اختي صبرا جميله بارج هاد الكروبات مرحبا اختي صراحه نتوما كدعمونا انا كندير لكم مجهود كثار باش لكم اثمنه زوينه بزاف واثمنه اللي تناسب جميع الكليان ديالنا والثمن زوين البنات ومرحبا بكم وانا مرحبا وكنشكركم بزاف البنات لان كتبارطاجوا معنا اللايف جزاكم الله خير والف خير كاين هاد الباسي زوين البنات انتو شكون ديالكم هذا براسي مليح هذا في لونسومبل ديالو كون لونسومبل غنشوف الناس شي حاجة مليحة عبد الله اختي رضوان فاطمة اختي عندي خوات مقياج وعندي تلات تخرام غير انا اليوم مدرتش في اللايف غير تواصل معايا في واتساب ان شاء الله انا غدا نصورهم لك انا غدا نصورك المقياج في الميزات والتخرام في الميزات 9.3 غرام البنات هذا والثمن ديالو داير 6900 درهم براسي مليح 6900 درهم البنات اللهم بارك 6900 درهم اللي داير هذا كاين واحد الدباجه البنات عرفت تبارك الله كدير شي حاجه رائعه البنات اللهم بارك انت شكون ديالك اللون ديالهم كيبان لكم البنات هادو عامل اللون كيبان البنات شكون اللون ديالهم اللهم بارك فوق لادي ماشي دوك كيبون بيهم البنات هادو تبارك الله هكا كم كيبون بيهم شانتو البنات كثير اللهم بارك والقياس فيهم 6.1 6.1 يعني قياس صغير اللي كيلبس قياس صغير يجو واعر انتو البنات كثير اللهم بارك الثمن ديالهم داير
هذول البنات فيهم 57 غرام فاصلة 12، والثمن ديالهم ديال 42900 درهم. 42900 درهم البنات، اللهم بارك ما شاء الله. 4,058,000 ريال، ولكن يستاهلوا البنات، هذا نقول لكم يعني يستاهلوا ما شاء الله. كاين جوج براسي يديو الاكس، هانتو براسي يديو الاكس ملاح، فيهم لا حجر لا والو، وديو الديم هانتو بنات كثير الله مربي. الميزان اللي فيهم البنات فيهم 5.6 سنتي، 5.6 سنتي في القياس، 5.6 سنتي في القياس في هاد البراسليات جوج ملاح. الميزان اللي فيهم البنات هادو فيهم 16.1 غرام، والثمن ديالهم داير 12000 درهم، 1,040,000 ريال اللي دايرين هادو البنات، 1,040,000 ريال، 1,200 ديال الاورو اللي دايرين هادو ملاح تبارك الله. ديال الاكس قياس من 5.6، كاين هاد البلاصي تاهو زوين، هانتو الشكل ديالو كدير، هادو ملاح اللهم بارك، هذا زوين تبارك الله. القياس لي فيه البنات هذا فيه 6 سنتي، 6 سنتي في القياس، واش بصح نزل الدب خشي رضوان فاطمة، راه نزل الدب، راه طاح الدب شوية، هذا مليح البنات اللهم بارك. هذا رائع. الميزه اللي فيه البنات هذا، هذا فيه 14.5 غرام، والثمن ديالو داير 10,600 درهم، 10,600 درهم اللي داير هذا البراسلي، ولكن يستاهل صحيح يعني ديال ديما اللهم بارك. انت الشكل ديالو كدير، الثمن ديالو 10,600 درهم اللي داير هذا. سلام سرتله مبروك، ما فكين حتى سرتله البنات، نمشيو للسامبل هو كاين، كاين سرتله مفتوله وسامبل مليحه اللي باقا جديده البنات. هانتو الشكل ديالها كبير، هادي سرتله مفتول وسامبل قديمه، يعني الخدمه ديالها دين ليد، هانتو الشكل ديالها كبير. الاكس تخشي سيما دايرين 12,000 درهم، 1,040,000، ولكن راه ملاح ديال الاكس البنات، راه ملاح باقي جداد. هانتو الشكل ديالهم فيه، دايرين 1,040,000، 12,000 درهم، سي سيما موديل اكس راه ملاح، يعني إلا بغيتي مرا شي حاجة زوينة تبارك الله عليه، باقيين جداد. هاد تلات دبالج سي غير تواصل معايا في واتساب إن شاء الله ورسلك، هادي مليحة ستات هي مليحة، كوم سرتلة مليحة يعني راه مليحة البنات، شوف اللون ديالها كدير، شوف من الداخل كدير البنات، شوف من الداخل ديالها كدير اللهم بارك، ما شاء الله. الميزان اللي فيها البنات هادي فيها 42.66 غرام، والثمن ديالها داير 32,850 درهم، 32,850 درهم، ولكن البنات هادي راه الخدمة ديالها نقي، تلفت لها ديالها من الداخل كتبان لك محلولة البنات، هانتو الشكل ديالها كدير، الثمن ديالها 32,850 درهم. كاينة هادي البنات هاد السلسلة زوينة هادي ديال العنق، كتجي مخبوطة العنق في العنق البنات اللهم بارك، هانتو الشكل ديالها كدير. كل ديال العام كيجي واعر، نشوف ناس كثير اللهم بارك. الميزة اللي فيها البنات هادي فيها 23.2 غرام، والثمن ديالها داير 22,000 درهم، جوج 1,040,000 ريال، 1,200 ديال الاورو البنات اللهم بارك، ولكن تستاهل هادي البنات تستاهل الصراحة، زينة وخزينة يعني تلبس في الحضور وكتجي عامرة في العنق اللهم بارك. الثمن ديالها 22,000 درهم، يعني 2,200 ديال الأورو اللي راه تكون البنات، كاين اللي راه تكون عندنا الثمن ديالهم كيبدا من 750 حتى 800، هادشي يقول لكم راه تكون جديدة البنات اللهم بارك، اللي بغات شي راه تكون البنات غير تواصل معاها في واتساب ومرحبا بالجميع، كيبداو من 750
حسيتين 100 درهم على راسكم البنات اللهم بارك كانت تشكل ديالهم كثير جديدة تقول لكم راسكم جديدة اللهم بارك كانت تشكل ديالها كثير اختي سيما دوزت قلتها في البداية اللايف على راسكم البنات من 750 حتى 800 البنات راسكم جديدة اللهم بارك جميع الجرامات عندنا فيها جميع القياسات الثمن ديالها ثمن زوين غير اللي بغات البنات غير تواصل معايا في واتساب ومرحبا بالجميع كيبداو من 750 حتى 800 درهم الجرام شي حاجة اللهم بارك رائعة تبارك الله الخدمة ديالها زوينة نقية الثمن ديالها زوين هادو هما آخر حاجة كانوا في اللايف اليوم اليوم راتكم البنات اللي بغات شي حاجة راه غير تواصل معايا في واتساب والتوصيلة بالمجان جميع المدن الثمن ديالها زوين كيبدا من 750 حتى 800 عرفتو البنات كيدير اللهم بارك بلاش نمشيو لنفس اللي ورايا هاد الجوج دايرين مليون هادو فيهم البنات فيهم 16 غرام فاصلة 7 والثمن ديالهم داير 12700 درهم 12700 درهم اللي دايرين هادو البنات اللهم بارك هاد الجوج شي رازون فاطمه الراتب دابا ما كاينش في الميزات عييت ما نتسنى في الميزات وكنسول ما لقيتش داك الراتب ما لقيتش في الميزات يعني دابا هادو راه الفرق بين الميزات كاين شي 20 درهم في الغرام يعني ما كاينش فرق بينهم بزاف والتقديراتكم جديده القياس في البنات هادي هادو راه فيهم 5.64 سنتيم الثمن ديالهم 12800 درهم 12 يعني مليون و 56 ريال اللي داير هاد السلكه اللي مورايا اختي كاينه هادي هادي القديمه هادي دايره 10 مليون و 120 ريال فيها 140 غرام فاصله فيها 140 غرام فاصله 20 اللي فيها السلكه هادي هادو وزنها في اللايف وعندو هادي راه دايره 10 مليون و 120 ريال والميزه اللي فيها هادي راه فيها 143.2 143 غرام فاصلة جوج والثمن ديالها 10 مليون و 120 ريال كانت هي اخر حاجه في اللايف شكرا لكم بزاف ومرحبا بكم ومرحبا عند بجود خي مرزوق اختي سليم هاشم يلا دخلت اللايف حنا جيتي مع فينال ان شاء الله المره الجايه ان شاء الله تكون ان شاء الله في الموعد ان شاء الله ومرحبا بكم جميعا ليله سعيده للجميع والله ما كنسخى بكم ان شاء الله الوقت دابا كيمشي كنقول لكم الى بقينا حيين ان شاء الله يكون لايف الحد مي غدا ان شاء الله بغات شي حاجه غير تسكرينيها وتواصل معنا في واتساب واللي بغات راتكم البنات عندنا راتكم جميع قياسات فيها تحيه لكم بزاف كنشكركم والف مرحبا والف مرحبا لكم عاد بجود خيمر زروق ليله سعيده للجميع ان شاء الله اللي بغات شي حاجه اختي رزوان فاطمه كيبقى الله مسجل اللي بغات تعاود تشوف اللايف راه كيبقى الله مسجل ومرحبا بكم جميعا ليله سعيده للجميع الى اللقاء ان شاء الله غدا تصبحوا على خير.